Esta vez estoy en el México. أنا الحين تو الساعة 9 صباح، رايح مكان محلي تماماً، وودي أبدأ هذا اليوم بهذا الحلقة في المكسيك عن ألذ الأكلات في الصباح. المنطقة هذه يجونها بس أغلبهم مو بالسواح المحليين المكسيكان، وفيها يا حبيبي ما لذ وطاب من الأكل اللذيذ، التاكوس وطقاتها. خلينا نجرب لنا فطور لذيذ هذا اليوم. حبيبي المكسيكان 24 ساعة عندهم طرب، إحنا الساعة 9 صباح. فجيت باخذ لي بويا عبارة عن خبزة كبيرة مع دجاج، لذيذة جدا. هذه التكية يا حبيبي تكية بسيطة جدا، عبارة عن سمنت، جلسات على طاولة سمنت وبلاط، وهذا يعتبر تجمع مسرحي. يجون الأسبان ويجون المكسيكان عفوا تقريبا من بعد الساعة 12 ظهر إلى الساعة 6 المغرب، وفي زي المسرح يقومون فيه أحيانا، في تكلم عن نهاية الأسبوع بعض العروض المكسيكية اللي تصير هنا. ومكان هذا تقريبا جدا محلي. طبعا أنا الآن في جزيرة كانكون، جزيرة كانكون مشهورة جدا بالنسبة للأمريكان وأغلب الدول اللي تحب السياحة، مختلفة تماما عن باقي مدن وجزر المكسيك. لكن الحين خلونا نفطر بعدين نتكلم عن جزيرة كانكون. وصلت أكلتي حبيبي، والله عليها كبر كبيرة مرة، ما ادري كيف امسكها يا شيخ. قلت لهم اعطوني بلا عليكم امر سكين وملعقة عشان اكلها، قالوا انت في المكسيك عيب عليك كلها كذا يا شيخ بيدك. تبشروا والله ما طلبتم شيء، بس والله يا تسرسح ما ادري كيف باكلها يا شيخ. محشية دجاج مزبوط. والله يا وصف ام الطاولة، العيلة بتناظرني باستغراب. هذه اصعب معركة عشتها في حياتي مع اكل. رجعت البيت اخذت لي شاور لطيف، والحين موجه على منطقه يسمونها الهوتيل زون، بجرب الباص. ما ادري تسمعني زين ولا لا، زبده انا الحين في شاطئ كانكون، يسمى هذا الشاطئ الهوتيل زون. تسألني تقول اسماعيل مندو يا أخي كيف المكسيك آمنة؟ خلنا أقول لك، كانكون هذه الجزيرة جت الحكومة والعصابات والتجار المخدرات قالوا ايش رايكم نجلس على طاولة ونتفاهم عن هذه الجزيرة، وقالوا ايش رايكم نخلي هذه الجزيرة هي مصدر رزق للمكسيك، بحيث أن نخلي هذه الجزيرة آمنة جدا وتكون تحت سيطرة الحكومة علشان تجينا العملة النادرة اللي هي الدولار واليورو. وكذا صارت اليوم جزيرة كانكون واحدة من أكثر المدن أو الجزر أمان في المكسيك بالكامل. واليوم يزور هذه الجزيرة أكثر من 6 إلى 7 مليون سنوياً بس هذه الجزيرة في المكسيك، وسيروا رحلات من أغلب دول العالم، من ألمانيا، من بريطانيا، من أسبانيا، في أسبانيا في رحلتين من مدريد ومن برشلونة، كلها تتوجه للمكسيك بالتحديد جزيرة كانكون. واليوم إذا أنت تفكر تزور المكسيك تبغى تختار أكثر جزيرة أو مدينة الأمان فيها جدا عالي، توجه لكانكون، لأن كانكون اتفقت الحكومة وتجار المخدرات والعصابات أنهم يخلونها آمنة. الشاطئ هذا يعني جنون بشكل عجيب، ومشهور جدا عند الامريكان خصوصا في شهر الربيع، عندهم اجازه تقريبا اسبوع تلقى الشاطئ هذا مليان عن بكره تبيك، وغالبا هو مليان اصلا، فاتحين الهوتيلات والنايت كلوبز والبارات الليل والنهار، تلقاه مزدحم 24 ساعه تقريبا، يبدون من الساعه 1 ظهر الى الساعه يا حبيبي 2 الليل، الشاطئ هذا ما ينام. كنت أصور هذه الجزيرة هذا الشاطئ، وقفتني الشرطة عشان يعطوني وضعية إنه ترى إحنا حاكمين قبضتنا الأمنية في هذه الجزيرة خصوصا هذا الشاطئ، فطلبت مني الجواز وطلبت مني إذا أنا يوتيوبر أو لا، وعطيتها كل البيانات. بعدها قالت لي كن حذر، يعني خلك حريص لا تصور الناس واجد لأن الخصوصية عالية. تدري وش أصعب شيء تسويه في الجزيرة هذه؟ أصعب شيء يا صاحبي إنك تروح المكان هادي هذا الشاطئ، من الشاطئ هذا امتداده تقريبا ساعة إلى ساعة ونص إذا بتاخذه مشي، والشاطئ هذا
جاي زي الساحل كذا على البحر الكاريبي، ويعتبر أشهر شاطئ تقريبا في المكسيك بالكامل. في عام 1971 هنا يا حبيبي اكتشفوا هذه الجوهرة اللي هي جوهرة المكسيك، شاطئ كانكون. وجاي شاطئ كانكون على شكل جزيرة ساحلية داخل البحر. قبل هذاك العام كان الصياد المكسيكان البسطاء يأخذون قواربهم يبحرون في هذا البحر ويصيدوا الأسماك، لكن من بعد 1971 تحولت هذه الجزيرة وصارت إلى واحدة من أهم جزر المكسيك، ويستثمرون في هذا الساحل كل الفنادق الراقية. فالحين الفنادق اللي جاية على الساحل هذا وفاتحة باراتها على البحر تعتبر جدا غالية، تبدأ ليلتها من 600 ريال إلى 1400-1500، خصوصا الفنادق تكون all inclusive. صارت مشهورة جدا خصوصا للسواح، المكسيكان نادر يجون هذا المنطقة. عشان أنا أكون مرتاح في تغطية التاريخية للمكسيك، خلونا ناخذ المكسيك نبذة بسيطة عن تاريخها وإيش سووا الأسبان لما جوا المكسيك، وليش تحولت المكسيك من اللغات المتعددة إلى أن اللغة تصير الإسبانية هي اللغة الأساسية أو اللغة الرسمية في المكسيك. أني راح أجلس في المكسيك فترة لا بأس فيها، ودي ناخذ كذا بشكل بسيط تاريخ المكسيك. تاريخ المكسيك يقول لك إن أول بشر استوطنوا أمريكا الوسطى هو قبل 13,000 سنة، ونقدر نقول يا صاحب إن المكسيك أنتجت أكثر من 4 إلى 5 حضارات، وكل حضارة متقدمة أكثر من الحضارة الثانية. حضارة الأولميك والمايا والتيوتيوهوكان والتولتك، وآخرها كانت الأزدك اللي دثرتها تقريبا الزحف الاسباني لما كان الاسبان يحاولون يحكمون قبضتهم على العالم. في نفس العام اللي استوطنوا فيها دولة الفلبين في عام 1521 هو العام نفسه اللي جت اسبانيا توجهت الى المكسيك ودثرت حضارة الازدك وانشأت حضارتها الخاصة. حتى نهاية عام 1800 تقريبا بدأ المكسيكان يحاربون على ارضهم، وجاء من هناك الاستقلال للمكسيك، بمعنى ان الاسبان تقريبا استقروا في المكسيك الى قرابة 400 سنة. Noches llenas de amor. Hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. صباح الخير والله، هذا آخر صباح لي في جزيرة كانكون، موجه بعد 3 ساعات تقريبا إلى مدينة اسمها تولوم، وهذه المدينة تقع في نفس الولاية كوينتانارو. هذه الولاية فيها تولوم، فيها جزيرة كانكون، فيها عدة أماكن مشهورة في المكسيك. تبعد تقريبا 2 ساعة من جزيرة كانكون. لهذا إذا عجبتك الحلقة اتفعل لايك واشترك بالقناة وتابعني أول بأول، لأن تولوم أنا وأنت باقي ما قد شفناها. سلام.